في اثار اقتصاديه ان احنا كل شويه مواد اوليه وتتكسر ونعملها ونطلب حاجات مثلا من الموقع ولما تيجي ما نعرفش تتركب فنضطر ان احنا نقطعها، وفي حاجات كتيره بتترمي. في حاجات خاصه بالصحه، تحسين درجه الحراره وتحسين الصوت، نقلل انتقال الصوت. الحوادث بتاعتنا مرفوعه جدا، فانت بتسمع اي صوت بيحصل في الشارع، فاحنا ازاي نبدا ان احنا نعمل تصميمات تكون صديقة البيئة؟ فاحنا هنركز على الانرجي طاقة، ان احنا نعمل تصميم ونبدأ نشوف من خلال البرامج هل اللايتنج الطبيعي بيبقى موجود في المكان كله ولا في مكان مش هيوصل له اللايتنج. المية زي ان احنا نستخدم حاجات تقلل استهلاك المية، تعيد استخدام المية الرمادية او الجري ووتر. الماتيريال، طيب احنا اتكلمنا عن البيم، فبس هنا بس ايه بنمهد كده شويه عشان هندمج بين الاثنين. فكره البيم بقى ان انت تعمل موديل، الموديل ده تقدر تبعته لكل برامج التحليل الحراري وتحليل الهواء وتحليل الرياح وتحليل الظلال والحاجات دي كلها، تمام؟ فدي فكره ان انت عملت الموديل تقدر ان انت تستخدمه كتير جدا. زمان كنا بنضطر مثلا ايه بعد ما عملت الموديل على الاوتوكاد او عملت المبنى على الاوتوكاد تدخله على برامج كثيره، فمثلا في برنامج للضوء وبرنامج للشمس فتعيد الشغل بتاعك على كل برنامج فيهم، ولو حصل تعديل مضطر تدخل على برنامج تعمل التعديل ده فيه، فده كان بياخد مننا جهد كبير جدا. دلوقتي الحمد لله بقى مره واحده، فكل ما احنا شغالين في المشروع كل مراحل المشروع بنبدا ان احنا نشوف السستينابيلتي ممكن تفيد ازاي. يعني في اول مرحله البري ديزاين بنبدا ندرس المشروع ونبدا ندرس لو عملنا مثلا ارتفاعات معينه هيبقى عامل ازاي، طب لو غيرنا في دي لو غيرنا في دي، لو عملنا كوردينيشن، كل الحاجات ديت. بعد فتره دخلنا في تفاصيل اكتر نبدا نعرف الدراسات اكتر في الموضوع. ماشي، في حاجه اسمها ديزاين اوبشن. يعني ايه ديزاين اوبشن؟ يعني بحط في البرنامج بتاعي اكتر من ديزاين. بالتالي كله دلوقتي شغال ريفت، صح ولا في حد بيشغل ريفت؟ كل الناس شغال ريفت؟ يعني مش كلنا يا دكتور، يعني ناس قليلة فينا جدا. تمام. طيب بصوا ده برنامج الريفت اهوت، هنبدا مع بعض حاجات بسيطه، تمام؟ ولو في اي حاجه مش واضحه قول لي وانا اعيدها لك، ده حقك. تمام. طيب خلينا ابدا موديل جديد اهو، انا بقول له عايز ابدا موديل. ميزه البرامج بتاعت البيم عن الاوتوكاد او البرامج الثانيه اللي هي 2 دي ان انت بيبقى ملف واحد فيه البلانات اللي هو مثلا الدور الاول الدور الثاني الدور الثالث، في السكاشن في الاليفيشن في الحصر، فلو حصل اي تعديل بيتعمل في كله مره واحده. ماشي، خلينا نبدا نيو اهوت، وانا اقول له ان انا هشتغل متريك مالتي ديسيجن. انا مش بشرح ريفت، انا بس بوريكم بعض الافكار خاصه بالبيم وخاصه بالاستدامه بحيث ايه تبقوا متخيلينها. انما طبعا الدكتور محمد هو اللي احسن مني واللي هو اللي هي ايه هيشرح لكم موضوع التفصيل ان شاء الله. بنتعلم منك كنا دكتور. العفو. لا لا العفو اساسا، الله يكرمك يا دكتور. فده برنامج الريفت. الريفت من برامج اوتوديسك كان بقاله مثلا اتعمل تقريبا سنة 2000 او حاجة زي كده، لكن اوتوديسك استشهرته في 2006 وبدأ يشتهر بقى من ساعتها. طيب بص خلينا نرسم حاجة صغيرة، تمام؟ وبس انا عايزكم تفعلوا معايا بس، تمام؟ انا دلوقتي هقول له هنا عايز ارسم وول، فدي اول حاجه اختلاف مع الاوتوكاد. الاوتوكاد ما بيرسمش وول، بيرسم لاين، بيرسم ارك. انا هنا بقول له ارسم لي حيطه، فهو على طول بيرسم حيطه بكل الابعاد بتاعتها بكل انفورميشن. فلو انا جيت كده وقلت له انا عايز ارسم وول، ماشي اهو، انا قلت له عايز ارسم لي الوول ده شكل سداسي مثلا، تمام. طيب اللي احنا رسمناه ده 2 دي ولا 3 دي؟ اللي احنا رسمناه دوت ده 2 دي ولا 3 دي؟ ودي
كل حاجه بترسم منها 3 دي. يعني بص لما اقول له خش على 3 دي اللي احنا رسمناه انت شايفه 2 دي لان هو عمل لك مسقط، انما هو في الحقيقه 3 دي بالشكل دوت. تمام؟ مش بس كده، طب خليني وانا هنا في 3 دي هاجع على الحيطه دي والغيها. فلما تروح للبلان هتلاقي اتلغت اوتوماتيك. تمام؟ عندي هنا برضو ده اليفيشن. تمام؟ يعني الواجهه. لو جيت هنا ودوست رايت كليك وقلت له جو تو الفيشن فيو هتلاقيه موجود. ولو جيت هنا وغيرت الارتفاع، بص انا بغير الارتفاع ازاي، وتروح لل 3 دي هتلاقيه اتغير. فدي الميزه ان انت مش تبعت مشروع تكون فيه لوح الاليفيشن مختلفه عن سيكشن مختلفه عن الحصر، لا كله حاجه واحده. صدقني الموضوع ده بيفرق كتير جدا جدا، يعني ضمن لك ان مش كل شويه تجيلك مشاكل من الموقع. في الاسلوب التقليدي اكيد انت بتعدل في السكشن وتنسى تعدل في البلان، لان احنا ساعتها بنتكلم عن مشروع ففي 200 غرفه، فوارد جدا تحصل مشكله او حاجه تتنسي. تمام كده؟ طيب خلينا نبص كده على الحيطه، وتعالى ندخل مثلا على الايديت. طيب في هنا ماتيريال، الماتيريال اللي موجوده هنا غير الماتيريال اللي موجوده في بيت البرامج. ليه؟ ايه الفرق؟ ان هنا مش بيدور على الشكل، يعني هو مش بيدور ماتيريال دي لونها احمر ولا اخضر ولا ازاز، لا ده بيدور على المعدن نفسه، بحيث لو انت حبيت تعمل سيموليشن وتتاكد ان المبنى ده هيكون صديق للبيئه او هيكون موفر للطاقه او الحاجات دي هيحسبها على طول. بمعنى بص اول ماتيريال لقيناها هيت من غير ما اغير حاجه، اول ماتيريال انا ما قعدتش ادور فيها، الاي دي التعريفات بتاعتها الكلام، عندي جرافيكس ده اللي موجود في اغلب البرامج اللي هو لونه ايه وشكله ازاي والحاجات دي الابيرنس. تمام؟ بلاقي عندي حاجه بقى اسمها فيزيكال. تمام؟ تعال نشوف المعلومات، هتلاقي بقى الحاجات ايه اللي اثناء الحسابات هيعملها. تمام؟ عندي حاجه اسمها ثيرمال، هتلاقي بقى بيديك الحسابات اللي لما تيجي تعمل محاكاه يبدا يحسبها، يعني البرامج دي بقى تقدر تصدر كل الشغل ده للبرامج بتاعت المحاكاه ويبدا ان هو يجيب لك الحسابات صح. يعني عندك هنا الهيت، عندك الدنستي، عندك البيهيفيور، عندك الثيرمال، كل الحاجات الخاصه بطبيعه الماده كحراره وك والخصائص الفيزيائيه بتاعتها وخصائص نقل الحراره فيها وكل الحاجات دي موجوده. تمام؟ هو حتى بيحسب لك هو اليو فاليو الهيت ترانسفير، وعندك الثيرمال هتلاقيه هو اوتوماتيك بيبدا يحسبها للحته دي. طيب هنبدا نشرح شويه حاجات كده واحنا ماشيين، بس هي الفكره كلها ان برامج البيم هتفضل شغاله معاك في كل مراحل المشروع، بحيث ان انت كل ما بتعمل حاجه بيبدا ان هو يديك مزايا اكتر ومعلومات اكتر. تمام؟ فهتقدر تعمل بيرفورمانس اناليسيز، هنشوف الموضوع ده بيحصل ازاي. ومش برنامج البيم بس، كل مش برامج الريفت بس، لا في برامج كتير جدا بتقدر تعمل موضوع المحاكاه ده بشكل كويس جدا. حتى في مرحله الكونستراكشن بنبدا ان احنا ندرس الماتيريال الموجوده وندرس الفوائد اللي في المشروع والانرجي والضوضاء هتحصل ازاي والانفايرمنت افكت وكل الحاجات دي تقدر تعملها في قلب البرنامج، بحيث ان انت تقدر تعمل مبنى صديق البيئه. خلينا نحفظ كده جمله قالها المهندس حسن فتحي، ان ربنا مش هيسامحني ان انا متعمدا ازود درجه حراره المبنى 17 درجه مئويه من خلال مثلا ان انا عملت الواجهه ازاز، فالازاز بيدخل حراره وتبقى صوابه زجيه فانا قاعد في حر فمحتاج ان انا اركب تكييفات، ودي مشكله كبيره جدا. تمام؟ هو بقى بيبدا يدرس احنا بندرس واحنا بنصمم فتره حياه المشروع، يعني المشروع ده هيفضل مثلا شغال 20 سنه، فبنبدا ندرس استهلاك الطاقه اللي فيه. هوريكم ازاي تعملوها، يعني ان شاء الله في الكورس دوت هنبدا ندرس استهلاك الطاقه اثناء التشغيل، مش اثناء التصميم، لا اثناء التشغيل، يعني بعد ما صممنا المبنى والناس سكنت و فازاي نقدر نحسب استهلاك الطاقه هيبقى عامل ازاي. لو حصل تعديل في المبنى هنا هنتصرف فيه ازاي؟ طيب دي بقى الحاجات اللي احنا هنتكلم فيها. طيب قبل ما اكمل، في حد عنده اي سؤال او اي مشكله او حاجه خالص؟ انا بحب اللي بيسال.
لان عشان نتعلم الاسئله. في حد عنده اي اسئله؟ لو ما سالتوش هسال انا. حد عنده اي اسئله؟ طيب انا الاهم، انا هسال السؤال ده واتمنى كل الناس تجاوب. انا الاهم، البيم اهم ولا الاستدامه؟